كويس جدا. ممكن اشوف لك حد تاني. لا بس حلو جدا يعني. دي حاجه طيب. بس انت في قدام الدكتور على مدته سنه اللي هو متقسم على 3 فيزز اللي هم ايديشن وبعدين انكيوبيشن وبعدين اكسلريشن. كل فيز بتقعد يعني ايديشن 3 شهور انكيوبيشن 3 شهور وبعدين الاكسلريشن بتقعد 6 شهور. انا رندا عماد بشتغل في انجاز في ستارت اب بروجرام. انجاز هي ان جي او مؤسسه غير هادفه للربح، هدفها ان هي تقلل الجاب ما بين التعليم المصري وما بين احتياجات سوق العمل من خلال ان هي بتساعد الشباب ان هم يعرفوا يواجهوا التحديات اللي بتواجههم بعد التخرج، سواء ان هم يفتحوا المشاريع بتاعتهم او ان هم يشتغلوا في شركات كويسه. على اساس هي انجاز عامه شغاله على 3 بيلرز اللي هم استعدادات العمل والثقافة المالية وريادة الأعمال. فكل البروجرامز اللي إنجاز بتقدمها بتساعد في الثلاثة بيلرز دول. احنا أصلاً ممبر اوف جونيور اتشيفمنت. جونيور اتشيفمنت دي مؤسسة عالمية موجودة في 133 بلد بس في العالم العربي اسمها إنجاز العرب، موجودة في 15 بلد عربية. التارجت بتاعها شغال على الطلبة في المدارس والجامعات اللي بيقوم بتقديم او بتقديم البرامج في المدارس بيبقوا كلهم متطوعين، سواء متطوعين فرديين او بيبقوا شركات. ستارت اب بروجرام هو بروجرام عشان ريادة الاعمال، فهو بيساعد الشباب من سن 21 ل27 سنه ان هم يفتحوا المشاريع بتاعتهم او يبقوا رواد اعمال ناجحين. ازاي؟ هي بيبقى بروجرام لمده سنة، ثلاثة فيزز. في خلال الثلاث شهور يعني في خلال الثلاثة فيزز دول بيكونوا خدوا كل السبورت والنوليدج والمنتور يعني المنتورشيب وكل حاجة محتاجينها علشان البزنس بتاعهم يبقى بزنس ناجح على أرض الواقع فعليا. بيكونوا قابلوا مستثمرين، قابلوا ناس كويسة في يعني ناس من رواد الأعمال، بيكونوا خدوا ترينينجز في حاجات مختلفة، بيكونوا كونوا البروتوتايبس او البيزنس بلانز بتاعتهم علشان بعد كده يقدروا يعني ينزلوا السوق العمل او يعني ينزلوا السوق بالشركه بتاعتهم. بيبقى البروجرام ده مدته سنه، بيبقى 3 فيزز. كل في يعني اول فيز بيبقى 3 شهور، ثاني فيز 3 شهور، ثالث فيز 6 شهور. التيمز اللي بتقدم بيبقوا تيمز الفاوندرز من 2 to 5، ما ينفعش اقل من 2، ما ينفعش اكتر من 5. السن بيبقى من 21 سنه لحد 27، دي الايج رينج اللي احنا بنبقى شغالين معاها. الافكار بيبقى ليها 4 كرايتيريا، ان هم يكونوا بروفيتبل يعني حاجه هتجيب ربح بعد كده، ما ينفعش يعملوا حاجه مش هينفع تجيب لهم، ما ينفعش يعملوا ان جي او مثلا. تكون سكيلبل يعني ممكن تتوسع اون ذا لونج رن، تكون سستينبل حاجه قابله للاستدامه بعد كده، حاجه تكون انوفيتيف يعني يبقى ليها ادج او بتكون بتقدم حاجه جديده حتى لو حاجه اوريدي اتعملت قبل كده بس هم عارفين يحطوا ليها حاجه مميزه. ومن بعد بس انك انت الفكره يقول الشخص اللي بيقرا الابلكيشن نفسه يقول دي فكره خياليه، ايه اللي هيعرف ان هي اصلا فكره ممكن تحققها على ارض الواقع؟